بسم الله الرحمن الرحيم. هنرجع لأيام الشقاوة والرد على ناس ملهاش لازمة بس كلامهم كبير ولابد من الرد عليه. أحدهم شتم أبو تريكة. قبل ما نرد على اللا شيء ده لازم تبقوا فاهمين هو قال كده ليه وإيه اللي هو قاله. هقولهولك بس برضه هفهمك هو قال كده ليه. في حاجة اسمها ترند سلبي. يعني إيه ترند سلبي؟ يعني الفيديو ينتشر بس ينتشر بكره الناس ليك. فيديو ينتشر بس ينتشر بشتيمة الناس كلها ليك. اللي هو كل الناس تاخد الفيديو وترد عليه بس بتشتمك. لا ويوم الواجب قوي الناس في الكومنتات عليك. في ناس عديمة الكرامة فعلا وبتقبل بحاجة زي دي. المهم الشهرة. واكبر مثال ودليل على ده اللا شيء اللي احنا بنتكلم عنه. لفت انتباهي حاجة في الفيديو جميلة قوي. بيقولك ابو تريكة صفر كاريزما، زيرو قبول، زيرو القاء. الله. تخيل مين يا اخي اللي بيقول زيرو قبول؟ تخيل مين يا اخي اللي بيقولك زيرو القاء؟ يا راجل تخيل معايا مين اللي بيقولك زيرو كاريزما؟ طول عمري عارف ان اللي بيذل حد بشيء بيكون عنده منه اتنين. يعني انا جعايرك مثلا بان انت ما عندكش قبول يبقى انا القبول عندي 1000، لكن انا القبول عندي تحت الصفر بشوية او تحت الارض ب20000 كيلو متر. واقول لاكتر واحد عنده قبول وكاريزما وانصراف وحضور ولباقة في الكلام والقاء انت ما عندكش قبول، ده انت ما عندكش دم يا اخي. استهدفت هدف فعلا كويس قوي انك تتشهر على حسابه. ابو تريكة مشهور جدا، العالم كله بيحبه، ولما اشتم فيه فالناس ترجع ترد شتيمة فتشهر. بس نسيت حاجة، الناس كلها بتحبه. يعني عمرهم ما يفضلوك عليه. اهلاوي او زملكاوي هيختاروا في اي مقارنة بين اي حد. ده غير كرامتك اللي اتبعترت اللي انا شفتها بعيني وهي بتتزحلق على الارض من ردود افعال الناس وشتائمهم ليك. مفكراك ان دي حاجات وهتتنسي. للاسف لا، كل حاجة بتتنسي فعلا الا اللي الناس عارفة تاريخه. مهما يعمل ويعلى ويعتذر ويروح ويجي ويبقى شكله حلو والقبول عنده يبقى جميل، للاسف عارفين تاريخك وعارفين انك مالكش اي لازمة. وانا طبعا ما ينفعش اجيب اسمه عندي هنا او اجيب صورته او حتى اسمعكم صوته، لان ده مش شرف، ده قرف. يرضيك اقرفكوا يعني. ارجع واقول لك تاني، عايز تتشهر حاول، اجتهد وسع، ما قلناش حاجه. بس ابعد عن اللي من غير ما يرد عليك ولا يشوفك ولا يعرف انك موجود على كوكب الارض اصلا. اخواته هيردوا غيبته وهيهنوك وانت واخد على الاهانات، ما قلناش حاجه. بس المره دي هتتقل عليك قوي. بس كده اللي مالكش لازمه.